بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتورة شيماء رضوي. هنتكلم ان شاء الله النهارده عن البايوكيمستري اوف ريجيشن اند ابزوربشن. زي ما اخدنا قبل كده ان الدايجيشن والابزوربشن بتاعنا هنستخدمهم في ان احنا نحصل على اي تي بي من النيوتريانتس اللي احنا بناخدها في الاكل بتاعنا او في الوجبه الهيلث بتاعتنا. عندنا الثلاثه النيوتريانتس الاساسيين اللي هما الكربوهيدرات والبروتين والفات. بالنسبة للكربوهيدرات هنبقى عايزين نكسر الموليكيولز كلها اللي بناخدها في الدايت عشان يدينا فاينل في الاخر، يدينا الجلوكوز. في الامينو اسيد بنبقى عايزين نكسرهم عشان خاطر البروتين، هنبقى بنكسره علشان خاطر ناخد منه الامينو اسيد. الفات بنبقى بنكسره علشان خاطر ناخد منه الفاتي اسيد والجليسرول، وكل ده المفروض بيعدي على من بعد الدايجيشن والابزوربشن، بنعمل بيه الكاتابوليزم بتاعنا علشان خاطر ناخد الاسيتايل كو اي اللي يدخل في الالكترون ترانسبورت تشين ويديني الاي تي بي اللي انا بحتاجه من الاكل. طيب ايه اللي بيحصل بالظبط لما بناخد الوجبه بتاعتنا؟ بمجرد ما بناخد الوجبه اللي فيها الثلاث عناصر الاساسيه، المفروض ان تبتدي بقى الاستومك من اول، المفروض نبتدي من اول الماوث كمان، من اول ما بنعمل نحاول نعمل جريندنج للنيوتريت للموليكيولز بتاعت الاكل بتاعتنا، وبعد كده يحصل لها ميكانيكال هوموجينايزيشن عن طريق الاستومك والبريستالسيس بتاعها، وبعد كده يبتدي يحصل سكريشن للانزيمز عشان خاطر بعد كده هنستخدمها، ويحصل سكريشن للالكترولايتس عشان خاطر توفر لنا البي اتش اللي محتاجه الانزيم علشان يشتغل. كمان بيطلع معانا البايل اسيد والبايل سولت علشان خاطر نقدر نعمل دايجيشن وابزوربشن للليبيدز، والانزيمز دي تشتغل على لارج فود موليكيولز. كل السيناريو ده بيحصل بمجرد ما احنا اخذنا الاكل والثلاث عناصر الاساسيه نبتدي نتعامل معاهم في الدايجيشن والابزوربشن. كل ده بنبقى الغرض منه علشان خاطر نحول الثلاث عناصر الاساسيه دول نحولهم لموليكيولز صغيره تبتدي تدخل على البلاد ويحصل لها ابزوربشن ونستفيد منها في اي كيميكال رياكشن هيحتاجه الجسم. لو ابتدينا من الفم فهنلاقي انه هيبتدي يبقى فيه السلايفا علشان خاطر تساعد الدايجيشن بتاعنا، والسلايفا دي اللي هو اللعاب ده هيبتدي بقى يبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن ميوسنز. الميوسنز دي عباره تركيبها الكيميائي عباره عن جلايكوبروتين، يعني جزء بروتين وجزء كربوهيدرات، والميوسنز دي مسؤوله على ان هي تعمل تخلي السلايفا لوبريكانت عشان خاطر تحرك الفود بارتكلز جوه الماوث وتدخل على الاسوفيجاس والاستومك. عندنا الالفا اميليز وانواعه. الاميليز فيه طبعا زي ما احنا عارفين الالفا اميليز ده اللي موجود عندنا في الماوث، وده بيبقى بس مسؤول على ان هو يكسر بس في الموليكيولز الكربوهيدرات اللي فيها الفا 1 4 جلوكوسيديك لينج، وبتشتغل على الستارش والجلايكوجين. المفروض انه معانا كمان لينجوال لايبيز في الماوث، ولكن الاكشن بتاعه اخف كتير خالص من الجاستريك والبنكرياتيك لايبيز. عندنا دلوقتي الجاستريك سيكريشنز اللي عباره عن الاسيد اللي هو ال HCL اللي بتفرزه البارايتال سيلز في الاستومك، وطبعا عارفين الدور بتاعه من الفسيولوجي ان هو بيكيلنج للبكتيريا او اي ميكروبز بتدخل مع الاكل. كمان هو بيوفر البي اتش اللي محتاجها البيبسين، وبيعمل اكتيفيشن للبيبسينوجين اصلا عشان يتحول لبيبسين. عندنا طبعا البيبسينوجين وشغله على البروتين بيعمل لها هيدروليسيز، عندنا الرينين وشغله على الميلكي كلوتينج، عندنا الجاستريك لايبيز وشغله على الشورت تشين فاتي اسيد، عندنا الجاسترين واللي بيستيموليت اساسا الاسيد سيكريشن من الاستومك، عندنا الميوكوس اللي بيحافظ على اللوبريكيشن بتاع الاندوثيليال سيلز او اليومن بتاع الاستومك. بعد ما اتكلمنا على السلايفا واتكلمنا على الجاستريك سيكريشن، معانا دلوقتي البنكرياتيك والبايل سيكريشن علشان خاطر ليهم رول كبير خالص في الدايجيشن والابزوربشن. هنلاقي ان البنكرياتيك البنكرياس بيسكريت معانا صوديوم بايكارب كمان، وجزء منه عن طريق الليفر، وده المسؤول للصوديوم بايكارب ده مسؤول عن ان هو يعمل نيوتراليزيشن للاسيد اللي موجود في الدودينام اللي الحبه اللي جايين من الاستومك، علشان خاطر يحافظ على بي اتش الكالاين مناسبه للدايجستيف انزيم. ايه هما الدايجستيف انزيمز المهمين بالنسبه لنا من البنكرياس؟ عندنا الامايليز، عندنا اللايبيز، عندنا البيبتيديز، كلهم بيشتركوا في ان هما يعملوا دايجيشن للليبيد والبروتين علشان خاطر نقدر نعمل لهم ابزوربشن بصوره مبسطه من الموليكيول. كمان البايل سولت ليها دور كبير في ان هي تستيمولييت الانتستينال لايبيز، وكمان بتعمل حاجه اسمها ايمالسيفيكيشن هنتكلم عليها في اخر المحاضره. اخر حاجه بقى في السكريشن، بعد ما اتكلمنا عن السلايفا واتكلمنا عن الجاستريك سكريشن واتكلمنا عن البنكرياتيك والبايل سكريشن، اخر حاجه معانا في السكريشن هو
الانتستينال سيكريشن من السمول انتستين. الانتستينال سيكريشن من السمول انتستين بيحتوي على السكريتين والكوليسيستوكاينين والجاستريك انهيبيتوري بيبتايد. السكريتين ده مسؤول او السكريتين ده مسؤول على ان هو يستيمولات الصوديوم بايكارب سيكريشن من البنكرياس اصلا، علشان خاطر زي ما قلنا ان هو يحافظ على البي اتش بتاعه الدايجستيف انزايم. كمان الكوليسيستوكاينين ده ليه رول في ان هو يخلي الجول بلادر تبتدي تعمل كونتراكشن وتريليز البايل عشان خاطر نقدر نعمل دايجيشن وابزوربشن للليبيد. كمان عندنا الجاستريك انهيبيتوري بيبتايد ده ليه دور مهم في ان هو يحفز الانسولين سيكريشن من البنكرياس، وكمان يقلل من الموتيليتي بتاعه الاستومك علشان خاطر نقدر نعمل دايجيشن في الوقت المناسب. لو اخذنا كل النيوترينت معانا الدايجيشن والابزوربشن بتاعهم، هنبتدي بالكربوهيدرات ونتكلم على الدايجيشن والابزوربشن بتاع الكربوهيدرات ولو في اي ديس اوردر من الدايجيشن والابزوربشن. لو جينا شفنا الدايت للكربوهيدرات اللي بناخدها في الاكل، هنلاقي ان تقريبا بناخد 40-50% من الكالوري بتاعتنا بناخدها من الكربوهيدرات. لما نتكلم عن الكربوهيدرات من ناحيه الدايجيشن، فهم فيهم جزء نون دايجستيبل وجزء دايجستيبل. النون دايجستيبل زي السليلوز زي ما احنا عارفين، الحاجات دي ما بيحصلهاش دايجيشن وبتنزل في السول زي ما هي. والدايجستيبل كربوهيدرات زي الشوجر العاول ستارش والجلايكوجين، كل دول لسه محتاجين مجهود علشان خاطر ناخد منهم انرجي. هنعرف ازاي هيتحولوا علشان خاطر نقدر ناخد منهم الانرجي. طبعا الكربوهيدرات احنا مقسمينها كلاسيفيكيشن كبير اسمها مونوساكارايدز ودايساكارايدز وبوليساكارايدز. عندنا امثله للدايساكارايدز زي السكروز واللاكتوز، وعندنا البوليساكارايدز زي الستارش والجلايكوجين. لما نيجي نتكلم على الدايجيشن بتاع الكربوهيدرات، فهنلاقي ان احنا بتشتغل معانا انزيمز مهمه جدا علشان خاطر تحوله لنا مونوساكارايد. الصوره المبسطه اللي هتدخل معانا في البلد هي صوره المونوساكارايد فقط لا غير، يعني احنا لازم نحول اي كربوهيدرات بناخده لمونوساكارايد. مبدئيا المونوساكارايد هيجي ازاي؟ هيجي ان احنا عندنا سواء دايساكارايد او بوليساكارايد هنحوله لحد لما يوصل لدايساكارايد، وبعد ما طبعا بالاكشن بتاع الاميليز، الاميليز هيبتدي يكسره زي ما شايفين احنا في الرسمه، هيبتدي يكسرهم لسمول مولكيولز لحد لما يوصلوا في الانتستين ان هم دايساكارايد وشويه مونوساكارايد صغيرين خالص نتيجه للاكشن بتاع الاميليز من الستارش، لكن المعظم كله بيبقى في صورة دايساكارايد. يبتدي بقى الدايساكارايدز الانزيمز اللي بتكسر الدايساكارايد وباسم كل واحد فيهم، يعني السكروز بيشتغل عليه السكريز واللاكتوز بيشتغل عليه اللاكتيز، الديكسترينز بيشتغل عليهم الايزومالتيز والمالتوز بيشتغل عليه المالتيز. كل دول مطلوب منهم ان هم يحولوا الدايساكارايد لمونوساكارايد. ايه هم المونوساكارايد اللي احنا بنحولهم؟ بنحولهم لجلوكوز وجالاكتوز وفركتوز، لان هي دي الصوره اللي بيحصل لها ابزوربشن في البلاد. زي ما احنا عارفين السليلوز ما بيحصلوش دايجيشن اصلا وبينزل في الستول زي ما هو، وهنعرف بعد كده هو ايه اهميته. حته كلينيكال كده صغيره، نعرف انه السيرم اميليز واللايبيز دول بنستخدمهم في حاله ان احنا شاكين في اكيوت بنكرياتيتس، فالطبيب بيطلب ان التو انزيمز دول نقيس مستواهم في البلد علشان خاطر لما بيحصل اليفيشن بنشخص ان دي حاله اكيوت بنكرياتيتس. طبعا مع باقي السيمتومز اللي بتيجي في صوره اكيوت ابدومين مثلا او في مشكله في الجي اي تي، فنبتدي نطلبه علشان خاطر نشخص الاكيوت بنكرياتيتس. زي ما احنا عارفين ان السليلوز اندايجستبل، كمان هو ليه رول في الدايت بتاعتنا. المفروض ان السليلوز ده من الالياف اللي بنقول عليها، وبالتالي هو بيعمل ابزوربشن او ادزوربشن للووتر. ده بيساعد على انه يعمل ووتر ريتينشن اثناء الباسج بتاع الفود في الانتستين، وده بطبيعته بيعمل كميه كبيره للستول، فبيعمل بيمنع الكونستيبيشن. فالسليلوز جايز ما بناخدش منه اي تي بي، لكن ليه رول كبير في موضوع الكونستيبيشن والكوانتيتي بتاعت الاسلوب. نيجي بقى الموضوع مهم جدا وهو الجلوكوز ترانسبورتر. الجلوكوز ترانسبورتر دول مسؤولين عن ان احنا بعد خلاص ما عملنا الدايجيشن وعملنا هنيجي بقى عايزين نعمل الابزوربشن. دلوقتي المونوساكرايد موجود داخل الانتستاينال ايبيثيليال سيل، احنا دلوقتي عايزين ندخله على البلد والسيركيوليشن عشان نبتدي نستخدم الجلوكوز ونبتدي نعمل منه موليكيولز او ندخله في رياكشنز ثانيه او نبتدي ناخد منه الاي تي بي. طيب ايه اللي احنا محتاجينه؟ محتاجين جلوكوز ترانسبورترز عشان خاطر بتقدر تدخل الجلوكوز ده جوه البلد سيلز ويبقى في السيركيوليشن. المفروض انه احنا عندنا
نوعين من الديفيوجن للجلوكوز، في حاجه اسمها فاسيليتيتد باي دايركشنال ترانسبورترز، وفي حاجه اسمها صوديوم ديبندنت يوني دايركشنال ترانسبورتر. الصوديوم ديبندنت يوني دايركشنال ترانسبورتر ده بنقول عليه اجينست الكونسنتريشن جريدينت، اما الفاسيليتيتد ده بيبقى مع الكونسنتريشن جريدينت وبيبقى اسهل طبعا، مش محتاج صوديوم او اي تي بي. الصوديوم ديبندنت يوني دايركشنال ترانسبورتر ده الاشهر فيهم اللي هو الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 او الاس جي ال تي 1، ده موجود في السمول انتستين وفي الكدني ومسؤول عن زي ما بنقول اجينست الكونسنتريشن جريدينت ان هو يعمل ابتيك للجلوكوز. بينما الفاسيليتيتد باي دايركشنال ترانسبورترز دول ده ماشيين مع الكونسنتريشن جريدينت وبنقسمهم على حسب اماكنهم في التيشوز، عندنا جلوت 1 و2 و3 و4 و5 وكمان هم يوصلوا ل 14 نوع، احنا بس بنتكلم عن خمسه هنا. اهم واحد فيهم طبعا الجلوكوز ترانسبورتر 4 لان ده انسولين ستيمولييتد جلوكوز ابتيك، يعني لازم نحتاج الانسولين عشان خاطر يقدر يشتغل، وده موجود في الهارت في سكيليتال ماسل وفي الاديبوز تيشو. معظم الحاجات التانية بتعتمد على الكونسنتريشن جريدينت، مش بتحتاج انسولين زي جلوت 1 وده موجود في معظم التيشوز والسيلز، زي جلوت 2 وده موجود في الليفر والبنكرياس والسمول انتستين، جلوت 5 ده موجود في السمول انتستين وده المسؤول عن ان هو ياخد الجلوكوز والفراكتوز والجلاكتوز. الجلوكوز ترانسبورترز من الحاجات المهمه بالنسبه لنا كبايوكيمستري. لو بصينا للرسمه دي علشان نفهم الجلوكوز ترانسبورترز ماشيين ازاي، احنا عندنا الاستاينال يومي من فوق وعندنا الكابيلاريز من تحت. احنا المفروض ان احنا عايزين نعدي الجلوكوز او المونوساكارايد، عايزين نعديهم من اليومن لحد الكابيلاريز عشان خاطر يطلعوا على السيركيوليشن. المفروض ان احنا عندنا النوعين زي ما قلنا من الترانسبورترز، عندنا الصوديوم ديبندنت وعندنا الفاسيليتيتد ديفيوجن ميديتد كاريرز. المفروض ان احنا الصوديوم ديبندنت اللي هو الاس جي ال تي 1 ده زي ما شايفين في الرسمه كده، المفروض ان هو بيدخل صوديوم مع الجلوكوز وده انسولين ديبندنت، لازم يكون في انسولين متوتر عشان خاطر يقدر يشتغل بالشكل ده. عندنا بقى الجلوت 5 وجلوت 2، جلوت 5 هيدخله لنا من اتجاه الانتستاينال لومن، بيدخل المونوساكارايد وده فاسيليتيت الديفيوجن، يعني على حسب الكونسنتريشن جريدينت، يعني لازم تكون الكونسنتريشن جريدينت هنا اكتر. بيدخله، ثانيه كده نجيب البوينتر، خلينا في ال، يبقى احنا عندنا كده المونوساكارايد كده هنجيبهم من ناحيه الانتستاينال لومن وندخلهم ناحيه الكابيلاريز او السيركيوليشن، عندنا الجلوت 5 هجيبهم من ناحيه الانتستاينال لومن وندخلهم جوه الانتستاينال ابيثيليال سيلز. طيب احنا خدنا كده ازاي بيمشي الدايجيشن بتاع الكربوهيدرات وازاي بيمشي الابزوربشن بتاعهم وانواع الجلوت ترانسبورترز. دلوقتي هنتكلم على الديس اوردر اللي بيحصل. عندنا حاجه اسمها اللاكتوز انتوليرانس، اللاكتوز انتوليرانس ده موجود في معظم الافريكان، القصه بتاعته سببها ديفيشنسي في اللاكتيز انزيم المسؤول عن ان هو يكسر الجلوكوسيديك رينج بتاعه اللاكتوز. المفروض نتيجه النقص ده ما بيحصلش دايجيشن كويس للكربوهيدرات وبالذات اللاكتوز اللي هو اللاكتوز سكر اللاكتوز، المفروض ان هو موجود في اللبن. الاعراض بتاعته بتبقى عباره عن ديستنشن، عباره عن دايريا، عباره عن ديهايدريشن. المفروض ان اللاكتوز انتوليرانس ده بيحصل مع الديري برودكتس، يعني الالبان او الحاجات اللي فيها اي نوع من انواع اللبن، لكن لو في حاجات حصل فيها تخمر مثلا زي الزبادي لا ما بيحصلش منه مشكله رغم ان فيه لبن، لكن حصل فيه تخمر عشان البكتيريا اللي موجوده خلاص بتبقى بتشتغل بقى وموجوده باللاكتوز بتاعها. الدياجنوزس بقى بنشخصه طبعا بحاجه اسمها الاورال توليرانس تيست وبنقيس الهيدروجين، لكن هو من الاعراض بتاعته يعني ممكن نشخصه من غير الانفستيجيشنز دي. التريتمنت ان احنا بنعمل ريستريكشن للملك في الدايت، كمان ممكن في حاجات دلوقتي تابلتس موجود فيها اللاكتيز ممكن ناخدها علشان خاطر نظبط القصه بتاعه اللاكتيز ديفيشنسي. بعد ما خلصنا الدايجيشن والابزوربشن بتاع الكربوهيدرات ندخل دلوقتي بقى على الدايجيشن والابزوربشن بتاع البروتينز علشان خاطر نعرف ازاي جسمنا بيستفيد من البروتين اللي في الدايت. طيب هو الجسم بتاعنا علشان خاطر يستفيد من البروتين اللي موجود في الدايت المفروض ان احنا بناخد النيتروجين من البروتين، والمفروض ان الوجبه بتاعتنا غالبا بيبقى فيها من 70 ل 100 جرام بروتين.
البروتين ده عبارة عن بوليبيبتايد تشين، المفروض علشان خاطر نقدر نستفيد منه لازم نعمل له دايجيشن لحد ما يوصل لان هو يبقى امينو اسيد اونلي. طيب مين اللي بيعمل كده؟ اللي بيعمل كده مجموعه من الانزيم اسمهم البروتيازز. البروتيازز دول مسؤولين عن ان هم يعملوا هيدروليسز للبيبتايد بوند الموجوده ما بين الامينو اسيد. الانزيمز دي في منها نوعين وغالبا بتبقى سيكريتد في ان اكتيف فورم، يعني زيموجين ان اكتيف فورم، وبعد كده يحصل لها اكتيفيشن بالانزيمز الثانيه الموجوده في الجي اي تي. ليه بقى احنا بنخليها ان اكتيف؟ لان هي المفروض ان هي فيري هارد، المفروض ان هي بتكسر في البروتين، فاحنا مش عايزينها طول الوقت تبقى شغاله، احنا هنشغلها بس في الوقت اللي احنا محتاجينه فيه. في نوعين كمان من البروتيزز، في حاجه اسمها الاندوبيبتيدازز وحاجه اسمها الاكزوبيبتيدازز. الاندوبيبتيدازز ده بيشتغل على البوند اللي من جوه بقى اللي هو جوه البروتين نفسه، لا الامينو اسيد بيبتايد بوند اللي موجوده جوه البروتين. الاكزوبيبتيدازز بيشتغل على الاطراف بقى، على الكربوكسيل اند وعلى الان تيرمينال اند. عندنا أمثلة هنا للإنزيمز البروتيزز، عندنا حاجة اسمها تريبسينوجين وده هيتحول لبيبسين، التريبسينوجين وهيتحول لتريبسين، الكايموتريبسينوجين وهيتحول لكايموتريبسين، الكربوكسيبيبتيداز وهيتحول لكربوكسيبيبتيداز، البرو إلاستاز وهيتحول لإلاستاز. البرو والبرو ده زيه زي الإنجين مقطع إنوجين، ده معناها إن هو لسه إن أكتيف أو زيموجين علشان خاطر يتحول لأكتيف إنزيم. مين اللي بيعمل لهم كده؟ كل انزيم مسؤول عنه انزيم تاني زي التتابع ورا بعضه علشان خاطر يقدر يعمل له اكتيفيشن. عندنا دايجيشن للبروتين هيبتدي من فين؟ الماوث ملوش رول في البروتين دايجيشن، على عكس طبعا زي ما خدنا في الكربوهيدرات كان ليه رول في الدايجيشن. في الاستومك هيبتدي بقى يشتغل ال HCL مع البيبسين في ان هم يعملوا هيدروليسيس للبيبتايد بوند اللي موجوده في البروتين، وفي الاخر يخلوه فري امينو اسيد. الفكرة كلها انه البيبسين ممكن الرول بتاعه يعمله حد تاني وهو مش ضروري، يعني في الناس اللي بتعمل جاستريكتومي او في الناس اللي بتعمل عمليات التكميم مثلا، لو اخدنا جزء من المعدة ومفيهوش البيبسين مفيهوش اي مشكلة. نيجي بعد كده ندخل على السمول انتستين، هي اللي المسؤولة عن الدايجيشن بتاع البروتين وبيشتغل فيها البروتيازز، وبيكون فيها السيوتابل الكلاين بي اتش عشان خاطر يشتغل البروتيازز في السمول انتستين. في الاخر بنوصل ان احنا اي بروتين يتحول في الاخر لامينو اسيدز نقدر نعمل لها ابزوربشن ونقدر نستفيد منها في السيركيوليشن. في بقى بعض الكونديشنز اللي بتحصل نتيجه للمشكله في الدايجيشن او في الابزوربشن، عندنا حاجه اسمها الاكلور هايدريا ودي مشكله في الاتش سي ال بتاع الاستومك، وغالبا بيبقى سببه اوتو اميون مرض مناعي، ده طبعا بيعمل مشكله في الدايجيشن والابزوربشن بتاع البروتين. كمان البيبتيك ألسر ده بقى العكس، بيبقى فيه البايكربونات المفروض ان هو مش موجود عشان خاطر يعمل فولي نيوتراليزيشن للاسيد اللي بينزل من الاستومك للدودينم، فالنقص ده في البايكربونات بينتج عنه انه في بيحصل طبعا ألسر، لانه الدودينم المفروض ان البي اتش بتاعته الكالاين مش اسيدك. هنتكلم دلوقتي على الديسوردرز اللي بتحصل في البروتين وفي الدايجيشن والابزوربشن. مثال ليهم هناخد الهارت نب ديزيز والسيستينوريا، هنتكلم بالتفصيل النهارده عن الهارت نب ديزيز. الهارت نب ديزيز بالمناسبه الاسم ده على اسم الفاميلي اللي هم اول ناس اكتشفوا فيهم الديزيز ده، طبعا هو جينيتك فبيبقى فاميليال في بعض الاسر. بيبقى فيه مشكله في الامينو اسيد ترانسبورتر على مستوى الانتستين وعلى مستوى الكدني، يعني الترانسبورتر بتاع الامينو اسيد اللي هم الالانين والفالين والثريونين والليوسين والايزوليوسين والفينايل الالانين والثيوزين والتريبتوفان والهيستيدين والجلايسين، وبينتج عنهم الهيلت ناب ديزيز. كل دول بنسميهم نيوترال امينو اسيد، يبقى في مشكله في النيوترالز امينو اسيد كلهم بيحصل فيهم مشكله. بتعمل ايه؟ بتعمل نيكوتينيك اسيد وسيروتونين ديفيشنسي، الحاجات اللي بتطلع من التريبتوفان بيحصل فيها في الفينايل الالانين بيحصل فيهم مشكله فبينتج عنهم ديفيشنسي. الناس دول غالبا بيشتكوا من فوتوديرماتيتس، بيبقى عندهم حساسيه للضوء، بيبقى عندهم كمان سي ان اس مانيفيستاشن زي السيربيلر اتاكسيا، وفي بعض الناس كمان بتبقى اسيمتوماتيك. الدايجنوز بتاعهم ممكن نقيس الليفل بتاع الامينو اسيد ونشوف الليفل بتاع النيوترال امينو اسيد تمام ولا في مشكله.
غالبا الناس دول بياخدوا فيتامين بي كومبلكس از تريتمنت، وبيبقوا طبعا بننصحهم ان هم ما يتعرضوش للضوء عشان السنسيتيفيتي. دي مثال للناس اللي عندهم فوتو ديرماتايتس. طبعا البيشنتس دول بيعانوا من المانيفستيشنز بتاعه البلاجرا، والبلاجرا يعني نياسين ديفيشنسي. البلاجرا عباره عن دايريا وديرماتايتس وديمنشيا، واحيانا لا قدر الله ممكن يحصل معاهم ديث بسبب الفيتامين دي كومبلكس ديفيشنسي والنياسين سبيشالي. المفروض ان هم بننصحهم ان هم زي ما قلنا ما يتعرضوش للضوء، والمفروض ان هم بيمشوا على النياسين فور لايف. هنتكلم بعد ما خلصنا الدايجيشن بتاع الكربوهيدرات وخلصنا الدايجيشن بتاع البروتين، هنتكلم دلوقتي على الدايجيشن والابزوربشن بتاع الليبيد. الليبيد اللي في الدايت بتاعنا معظمه بنسبة اكتر من 90% عفوا بيبقى عبارة عن ترايجليسرايدز، ونسبة اقل خالص في صورة كوليسترول وكوليسترول استرز وفوسفوليبيد وفري فاتي اسيد. المفروض ان احنا عندنا 95% من الليبيد اللي احنا بناخده بيحصل له دايجيشن علشان خاطر نقدر نستفيد من الفاتي اسيد اللي بناخدها في الدايت بتاعتنا. الدايجيشن بتاع الليبيد غالبا بيبقى في صورة هيدروليسيس، وطبعا بيحتاج معانا بايل اسيد وبايل سولت علشان خاطر بنعمل حاجة اسمها ايمالسيفيكيشن. ايمالسيفيكيشن معناها ان احنا بنكسر اللارج مولكيولز بسمول مولكيولز وبنقلل السيرفيس تنشن بتاعهم. عندنا هنا اللايبيز طبعا اللي مسؤول عن الدايجيشن بتاع الليبيد، وبيعمل هيدروليسيس للايستر بوند الموجوده في التراي اسايل جليسرولز وبيحولهم لمونو اسايل جليسرولز وفاتي اسيد. اللايبيز موجود في ثلاث اماكن، عندنا لينجوال وجاستريك وبنكرياتيك. اللي ليه الابر هاند طبعا في الموضوع هو البنكرياتيك لايبيز، وبيحتاج مساعد ليه اسمه الكولايبيز علشان خاطر يقدروا يقوموا بالاكشن بتاعهم. طيب التراي اسايل جليسرولز اشتغل عليهم اللايبيز، باقي الحاجات اللي موجوده في الدايت مين اللي هيكمل عليها؟ عندنا الفوسفولايبيز A2 وعندنا الكوليسترول استريز. عندنا الفوسفولايبيز A2 هيشتغل على الفوسفوليبيد بانواعها بقى ويحولهم لفاتي اسيد مع اللايزوفوسفاتيدايل كولين على حسب نوع الفوسفوليبيد اللي احنا بنشتغل عليه. المفروض زي ما احنا عارفين ان الفوسفولايبيز ده بيسكريتد في صوره ان اكتيف فورم او زايموجين، وبعد كده يحصل له اكتيفيشن بالتريبسين وبيعمل هيدروليسيس للفوسفوليبيد اللي موجود في الدايت. طبعا ده بيشتغل اكتر حاجه على الفاتي اسيد اللي موجود في البوزيشن نمبر 2 في الفوسفوليبيد. الكوليسترول استر بيشتغل على الكوليسترول استر، الكوليسترول استريز بيشتغل على الكوليسترول استر وبيحول الكوليسترول لفري فاتي اسيد عشان نقدر نستفيد بالفري فاتي اسيد. الكوليسترول استريز ده بيبقى ناتج جاي من البنكرياس وبيعمل هيدروليسيس طبعا للكوليسترول استر. نيجي هنا بقى لدور البايل سولت في الدايجيشن بتاع الكربوهيدرات، سوري انا اسفه، للدايجيشن بتاع الليبيد. البايل سولت ليها دور كبير خالص في ان نقدر نعمل دايجيشن للليبيد. هي مسؤوله عن تكوين حاجه اسمها المايسيلز. المايسيلز ديت بتتحد مع الليبيد دروبليت وبتقلل السيرفيس تنشن بتاعها. زي ما احنا شايفين في الرسمه كده بيبقى من بره البايل سولت ومن جوه بتحاوط الليبيد علشان خاطر يقدر نعمل له دايجيشن بصوره افضل. هي بتعمل الايدج اللي من بره والليبيد بيبقى موجود في الكور من جوه، بيبقى موجود في صوره باي لاير في صوره تو لاير مع بعض، وده بيقلل السيرفيس تنشن عشان خاطر يحصل دايجيشن كويس. ده كمان بيزود لنا الابزوربشن، يعني البايل سولت شغاله في الدايجيشن وشغاله في الابزوربشن. طيب احنا دلوقتي عملنا المايسيل اللي هي بتساعدني في الدايجيشن وفي الابزوربشن، وحوطت لي الليبيد علشان خاطر يقدر نعمل له ابزوربشن. بنعمل له ابزوربشن جوه الانتيروسايت او الابيثيليال سيل نفسها، الانتستينال سيل نفسها. وبعد كده يجي دور الكايلومايكرون. ايه الكايلومايكرون ده؟ زي ما احنا عارفين ان الليبيد ده ووتر انسوليبل، فالكايلومايكرون ده بيرتبط بالليبيد علشان خاطر يقدر يخلي الليبيد يمشي في السيركيوليشن وفي الليمف بتاعنا. المفروض ان الكايلومايكرون ده عباره عن لايبوبروتين ستراكشر، يعني جزء ليبيد اللي هو احنا عايزين نعمل له ابزوربشن وجزء البروتين. الجزء البروتين بيبقى في صوره الايبو لايبوبروتين. الايبو لايبوبروتين بتختلف على حسب اللايبوبروتين. في الكايلومايكرون الايبو لايبوبروتين بتاعي هو البي 48 واللي هو الايبو اي 1، دول المسؤولين عن ان هم يعملوا ابزوربشن دي الليبيد الموجود في الدايت من السيريال سيل للليمف زي ما احنا شايفين في الرسمه كده بتاعتنا.
زي ما احنا لسه قايلين من شويه انه البايل ليه دور في الدايجيشن وفي الابزوربشن. خلينا نتكلم شويه عن البايل، نعرف ايه هو البايل وايه مكوناته. المفروض ان احنا عرفنا انه البايل ده بيساعدني في الدايجيشن وفي الابزوربشن. في الدايجيشن بيعمل الميثيل، وفي الابزوربشن بيساعد ان الليفيد يدخل جوه الانتستاينال ابيثيليال سيل. طيب البايل ده مكوناته ايه؟ البايل ده مكوناته بنسبة 85% عبارة عن مية، بنسبة 10% عبارة عن بايل صوت. ده مين اللي بقى 85% مية و10% بايل صوت؟ نعرف البايل صوت دي بتتكون ازاي؟ البيجمنتس والفاتس والانورجانيك صوت والكوليسترول، دول بيكونوا الباقي مثلا بنسبة 5%. مهم تعرف انه البايل ده بيتكون في الليفر، يعني الليفر سيل هي المسؤولة عن تكوين البايل. بيحصل له ستورج في الجول بلادر، يعني الجول بلادر ديت جاست ستورج ليها. عشان كده لما الناس بتعمل عمليات المرارة الكوليسيستكتومي ما بيحصلش اي مشكلة، لانه ده جاست بس مكان لتخزين البايل مش اكتر. المفروض انه البايل بيتخزن في الجول بلادر، ولما بيحصل نيد ليه ان احنا بناكل ومحتاجين البايل عشان الدايجيشن والابزوربشن بنعمل له ديستشارج من الدودينم. يعني اسفه نعمل له ديستشارج على من الجول بلادر للدودينم. البايل حوالي تقريبا من 500 ل 1000 مللي، بيبقى زي ما احنا قلنا الكالاين فلويد، البي اتش بتاعته 7 و8 ل 8 و6. البايل سولت بتاعتنا بتبقى عباره عن صوديوم وبوتاسيوم سولت من البايل اسيد، والبايل بيجمنت معانا عباره عن بيليروبين والبيليروبين. ايه بقى المكونات التانية الموجوده بنسب قليله خالص؟ موجود الليتسين، وموجود الفاتي اسيد والكوليسترول، وانزيم الالكالين فوسفاتيز. كمان موجود الكترولايتس في صوره كلورايد وصوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم. البايل سولت بتتكون زي ما احنا قلنا في الليفر من الكوليسترول، وفي منها نوعين، في برايمري بايل اسيد وفي سكندري بايل اسيد. البرايمري بايل اسيد هم الكوليك، هم اربعه، الكوليك اسيد والكينو دي اوكسي كوليك اسيد، وبعد كده بيحصل لهم كونجوجيشن في الليفر مع التورين والكولين امينو اسيد، فبيتحولوا لبايل سولت. الكوليك اسيد مع التورين بنسميه تورو كوليك اسيد، ولو اتحد مع الجلايسين بنسميه جلايكو كوليك اسيد. بعد ما بيتحد الكوليك اسيد والكينو دي اوكسي كوليك اسيد مع التورين والجلايسين ويعملوا البايل اسيد، بيتحدوا كمان مع البوصوديوم والبوتاسيوم وبيعملوا البايل صوت. فبيبقى عندنا صوديوم مثلا صوديوم تورو كوليت وبوتاسيوم تورو كوليت. المفروض عشان دول اسمهم البرايمري بايل اسيد، عشان يبقى اسمهم سكندري بايل اسيد المفروض بتشتغل عليهم الكولون بكتيريا وبتحولهم لسكندري بايل اسيد، فبتحولهم لحاجه اسمها دي اوكسي كوليك اسيد واللايثوكوليك اسيد. هم اربعه زي ما قلنا، الكوليك اسيد والكينو دي اوكسي كوليك اسيد والدي اوكسي كوليك اسيد واللايثوكوليك اسيد. الحقيقه انه تكوين البايل ده ليه دور كبير في ان احنا نتخلص من الكوليسترول، لان كميه كبيره من الكوليسترول الليفر بيقدر يحولها البايل. فنقدر نقول انه البايل سينسز ده واحد من الكوليسترول كاتابوليزم اللي احنا بنتخلص فيه من الكوليسترول. المفروض ان الليفر هو اللي بيصنع البايل من الكوليسترول، وفي نفس الوقت بيتخلص منه وبيخزنه في الجول بلادر. البايل بيجمنتس اللي احنا بنشوفها اللي هي لونها اخضر دي بتبقى عباره عن البيليروبين والبيليفيردين اللي كان عمل لهم كاتابوليزم. طيب ايه اللي بيحصل بقى في حاله تكوين الجول بلادر ستونز؟ الجول بلادر ستونز بتتكون نتيجه امبالانس ما بين الكومبوننتس بتاعه البايل اللي هي الكوليسترول والبايل سولت والبيليروبين، وده بينتج عنه تكوين جول ستونز. في انواع للجول ستونز، كوليسترول ستونز وبيجمنت ستونز. زي ما احنا قلنا انه كميه كبيره من الكوليسترول بتتحول لبايل عن طريق الليفر. طب ايه اللي بيخلي الجول ستون دي تتكون؟ لو كميه الكوليسترول اللي بناخدها في الاكل كميتها اكبر من قدره الليفر على انه يحولها لبايل، دي اول حاجه. ثاني حاجه لو كميه البايل سولت نفسها حصل فيها ديفيشنسي، لان احنا بنقول بالانس ما بين كميه الكوليسترول وما بين البايل سولت اللي بتحافظ على ان الكوليسترول يبقى فلويد. اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده disorder للليبيد ديجيشن والابزوربشن، واللي هي الستاتوريا. الستاتوريا بتحصل بسبب من ثلاثه، يا اما ان في مشكله في الهيدروليسيس بتاع الايسايل ترايسايل جليسرول، او في مشكله في السكريشن بتاع البايل، او في مشكله في الابزوربشن عن طريق الانتستاينال ميوكوزا. لو حصل مشكله في اي حاجه من الثلاثه دول بينتج عنها الستاتوريا. يعني ايه الستاتوريا؟ يعني ان الستول بيبقى
تروفي وبيبقى بالكي وبيبقى ليه باد اودر. ده نتيجه لايه؟ في امبروبر دايجيشن اند ابسوربشن للليبيد اللي بينتج عنه طبعا انفيرت الفانكشن بتاعت اي كومبوننت في الليبيد دايجيشن وفي الابسوربشن. مشكله الاستاتوريه ان هي بتاثر كمان على الفات سوليبل فيتامينز اللي هم فيتامين كي والاي والدي والاي. ده مسؤول عن ان هم المفروض لو حصل دايجيشن وابسوربشن بصوره كويسه بيحصل لهم دايجيشن وابسوربشن، لا في مشكله في الدايجيشن وفي الابسوربشن بيحصل كمان مشكله في الفيتامينز بينتج عنه فيتامين ديفيشنس. اتمنى تكون المحاضره خفيفه، عدد السلايدز كتير انا عارفه لكن الكونتنت مش كتيره. اتمنى لو في اي استفسار تتواصلوا معايا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.